السلام عليكم. وعليكم السلام يا دكتورة. يا رب يكرمك. طيب، إن شاء الله بنكمل على كلامنا عن الكورس سيليبس للسيشن الثالثة إن شاء الله. خلصنا الديسكريبشن ودخلنا في الأوبجيكتيفز. اتفقنا على الأوبجيكتيفز من المساق متمثلة في عرض وتطبيق للمنتال هيلث أسسمنت شيت، إن شاء الله هيتم عرضه، وتوضيح التفاصيل، كل التفاصيل اللي موجودة فيه وإزاي بتعبوه. الخطوة الثانية بعد الأسسمنت هي الكير بلان، اللي هو تحديد احتياجات ومشكلات المريض، وطبقا للدايمنشنز المختلفه زي ما اتفقنا، وصياغتها على شكل النيرسينج دايجنوزس، وبعديها طبعا او مقابل لكل نيرسينج دايجنوزس الاوبجكتيفز او الجول، سواء كان شورت او لونج تيرم جول. والخطوه الثالثه هو تحديد الاستراتيجيات اللي هي تمثل الانترفنشن او الامبلمنتيشن لهذه المشكلات. يعني احنا شغلنا كله ماشي اتباعا للخطوات المختلفه من النيرسينج بروسس. طبعا كل ده بيحكمنا فيه وبالاخص في علاقتي مع المريض، هي تطبيق اهم البرنسبلز اوف سايكاتريك نيرسينج تطبيق لاهم السايكاتريك نيرسينج برنسبلز، اللي منها على سبيل المثال وليس الحصر الاكسبتنس اللي هو قبول المريض. مجموعة من البرنسبلز هنتكلم عنها إن شاء الله في إحدى محاضراتنا في المساق النظري. الأوبجكتيف اللي بعد كده يوتلايز للإفكتيف كوميونيكيشن سكيل إن انتردسبلينري تيم. يعني إيه؟ يعني أنا دلوقتي بقول إن أنا علشان أعمل الأسسمنت وأوصل للداتا كولكشن وأعمل داتا كولكشن وأوصل للداتا بيز اللي أنا محتاجة لها، اللي هي بمثابة تقييم الاحتياجات ومشكلات المريض، طبيعي ان هيكون في كوميونيكيشن بيني وبين المريض، وفي سلسله من الانترفيوهات او الانترفيو، وفي ريليشن شيب. كل هذه الامور، سواء كان الكوميونيكيشن بيني وبين المريض والريليشن اللي هتمكنني من الكوندكشن للثيرابيوتيك ريليشن شيب، ففي الاساس لازم يكون في كوميونيكيشن سكيلز، لازم يكون هناك في مهارات للاتصال بيني وبين المريض. ايه امثله الكوميونيكيشن سكيلز يا شباب؟ يعني ايه كوميونيكيشن سكيلز او زي ايه؟ ايه هي المهارات؟ في التواصل البصري مثلا، تواصل، يعني انت بتتكلم كده عن التايبس، هاخدها على انها التايبس اللي هو جزء منها اللفظي تقصد ولا البصري؟ انت قلت ايه، بصري ولا لفظي؟ بصري ده هيندرج تحت النون فيربال. يبقى في، لو احنا هنتكلم عن التايبس اوف كوميونيكيشن، في عندي تو مين تايبس للكوميونيكيشن، في الفيربال اللي هو التواصل اللفظي اللي هو الكلام، يعني بالكلام سواء كان الكلام السبوكن اللي هو الكلام اللي بنقوله او الكلام المنطوق او الريتن وورد او الكلام اللي مكتوب، ده اللفظي اللي اتفضلت بيه يا مهند. قلت لي البصري او اللي بالعين، يعني كل التواصل بالعين اللي هو يندرج تحت النون فيربال. طيب عندك ايه تاني ممكن، او عند زمايلك ممكن يبقى في اطار الكوميونيكيشن سكيلز تحديدا؟ ايه مهارات التواصل؟ ايه المهارات المطلوب تكون متوفره فينا ككوميونيكيتور وفي الاخر ايضا كمحاور لينا او طرف في الحوار او في التواصل؟ احنا مش بنتكلم، فالمفروض يبقى في مهاره السبيكينج، مهاره التحدث، مش كده؟ لا، مهم قوي نعرف احنا نتكلم في ايه، بنتكلم امتى، نبره صوتنا شكلها ايه، الفوليوم شكله ايه. دي مهاره، التحدث في حد ذاته مهاره، ما ينفعش اتكلم وفي حد تاني بيتكلم، يعني ليها تفاصيل. مهارة أخرى على نفس القيمة وأعلى كمان، اللي هي مهارة الليسننج، الإصغاء أو الإنصات. يبقى عارفين إحنا أهمية الإنصات، وإيه الفرق ما بين الليسننج وبين الهيرينج، الفرق ما بين الإصغاء أو الإنصات وبين السمع فقط، إيه أوجه الفرق بين المهارتين دول أو بين الليسننج والهيرينج تحديداً، إيه أنواع الليسنرز،
ايه العوامل اللي ممكن تؤثر على الليسننج تخلينا عندنا مشاكل فيها او تعيق من عمليه الليسننج. دي كلها امثله على الايه المين كوميونيكيشن سكيلز. اخر اوبجكتيف موجود عندي هو ريكوجنايزد نيرسينج رول از ا بارت اوف ان انترديسيبلينري تيم. لازم نكون عارفين احنا جزء من التيم، احنا طرف او فرد من التيم، لينا دور، دورنا بنأديه زي ما اتفقنا طبقا للمنظومه اللي احنا او الفريم اللي احنا ماشيين بيه بالشكل السيستماتيك اللي المفروض نمشي عليه، من اول الاسسمنت الدايجنوزز البلاننج والدايجنوزز والانترفينشن والايفالويشن، ونعمل ريسايكل نعيد السايكل من جديد في حال عدم التحقق او عدم تحقيق الايه الاوبجكتيفز باكملها. احنا فرد من التيم زي ما اتفقنا، لينا دور، بنكمل بعضينا مع او بنكمل بعض او بنكمل مع باقي افراد التيم المطلوب مننا. طيب ده كان بالنسبه للاوبجكتيفز. طيب انا هدخل على النقطه اللي بعد كده، اللي هي الانتندد ليرنينج اوتكمز. ايه الاهداف او الانتندد ستودنت ليرنينج اوتكمز؟ ايه الاهداف الانتندد؟ يعني حد عارف معنى انتندد؟ يعني ايه معنى هذا المصطلح او هذه الكلمه؟ يعني ايه انتندد يا شباب؟ انتندد يعني ايه؟ يعني منوي. ايه الاهداف اللي منوي المنوي تحققها او ايه النواتج المنوي تحقيقها لدى الطالب؟ لازم تبقوا عارفين ان الانتندد ليرنينج او الانتندد ستودنت ليرنينج او الكامس، الاهداف او النواتج المطلوب او المنوي تحقيقها بنهايه المساق بتتمثل في الاتي: identify and use appropriately mental health nursing assessment and mental health status examination and process recording in providing holistic care to client based on the steps of nursing process. لازم تبقوا عارفين وتستخدموا تتعرفوا على الشيت اللي هنتكلم عنها، اللي هي البيبر اللي مطلوب تعبوها لما تيجي تعملوا كيس ستادي، تتعرفوا على الفقرات اللي موجوده فيها وكيفيه تعبيرها ازاي بتتعبى، وده هيتم من خلال الشرح والتوضيح ان شاء الله. شغلنا كله ريكوردنج بالنسبه لنا كله مبني على خطوات زي ما اتفقنا، النيرسينج كير ريكورد بلان مبني على خطوات النيرسينج بروسس. تاني انتندد ليرنينج اوتكمز هو سيلكت ابروبريت ثيرابيوتيك انتربيرسونال كوميونيكيشن. الكوميونيكيشن سواء كان الفيربال اند النون فيربال اند الريتن، احنا بنختار النمط التواصل اللي هو يتناسب مع الموقف، سواء كان بيعتمد على الجانب او الشق اللفظي او بدا الاشارات الغير لفظيه او الشق الغير لفظي اللي هو يتمثل فيه امور عده هنتكلم فيها، او الجانب الريتن. With a variety of participants in mental health care within a variety of health care settings. Collect and analyze the mental health assessment data to develop and prioritize appropriate nursing diagnosis. احنا خلاص عبينا الشيت، نبتدي بعد كده نشتغل على تصنيف الداتا، ان احنا بنصنف الداتا اللي احنا حصلنا عليها وبنضعها في طبقا للدايمنشنز المختلفه، طبقا للهيلث دايمنشنز المختلفه، الابعاد الصحيه المختلفه، سواء كان الجانب الفيزيكال، السايكولوجيكال، الايموشنال، السوشيال لاخره، وداخل كل دايمنشن بنعمل ري ارانجمنت للبروبلمز والنيدز اكوردنج تو برايورتي. Identify and implement appropriate intervention to determine the nursing diagnosis. نبتدي بعد كده بنشتغل على الخطوة الثالثة بعد ما حددنا وضعنا البلان خلاص وحددنا النيرسينج دايجنوزس بالجولز اللي هنشتغل لتحقيقها. الخطوة اللي يليها اللي هو خطوة الانترفينشن. آخر ستيب عندي هي الإيفاليويشن. Evaluate intervention to estimate effectiveness and efficiency of actions promoting client need. ده هو خطوة الايه؟ عمل التقويم.
بنشوف بنراجع الأهداف على فكرة عشان نبقى متفقين مع بعض. خطوة الدياجنوزس ووضع الأهداف بتبقى في إطار الإكسبكتد أوتكمز. يعني إحنا بنقول إيه هي الإكسبكتد أوتكمز، هي هي النواتج المتوقع تحقيقها أو الوصول إليها. في خطوة الإيفالويشن بالنسبة لنا بنرجع للنواتج اللي احنا حطيناها، ايه اللي منها اتحقق وايه اللي منها وارد من نواتج ما اتحققتش. اي سؤال لغاية دلوقتي يا جماعة؟ اي سؤال؟ اي استفسار؟ لا تمام دكتور. النقطة بقى اللي هنتكلم فيها دلوقتي وارجوكم اهتموا معايا بيها هي توزيعة العلامات. تمام؟ ايه الريكويرمنت اللي مطلوبه منكم؟ الريكويرمنت كالتالي، ايه الكورس ريكويرمنت؟ عندي كيس ستادي معايا يا شباب، كيس ستادي اللي هو هنحدد لكم ان شاء الله. مطلوب منكم وارد ان يكون في اثنين او اكتر، بس الحد الادنى اثنين من الكيس ستادي، دول عليهم 20 علامة، 10 على الجزء الريتن و10 على الجزء الأورال. أنا بقول الرسالة انتبهوا لها كويس قوي عشان البعض للأسف بيقع في مشاكل كتير بسبب عدم انتباهه واهتمامه. الكيس ستادي على الأقل مطلوب 2، هنحدد إن شاء الله ديدلاين هبلغكم بيه الأسبوع الجاي إن حيانا ربنا. ومطلوب منكم ان انتوا وانس ان انتوا تجهزوها، يا ريت يا ريت يا ريت تبقى بصيغه يا بي دي اف يا الباوربوينت، خلاص ما تبقاش باي فورمات ولا اي بروجرام اخر. يبقى هتجهزوا الكيس ستادي على صيغه الباوربوينت او بي دي اف وهترفعوها على صفحه الماده على المنصه بعد ما احدد لكم المخانه للسيمينار والديدلاين ليها وترفعوا وتلتزموا قبل ما الديدلاين ينتهي. خلاص الجزء الريتن زي ما اتفقنا عليه 10 علامات والجزء الديسكشن عليها او دكتوره. طب راح نشرح الكيس ستادي الديسكشن اللي هي 10. اتفضل. نعم راح نشرح الكيس ستادي ولا لا؟ ولا بس لا هتشرح طبعا، هو ده اللي انا كنت بكلم. تمام راح يكون ده اللي انا كنت بكلم. راح يكون نظام مجموعات ولا كل واحد لحاله بيعمل؟ لا كل واحد له. تمام احسن شيء. تمام يبقى انتوا اوريدي اللي مسجلين الماده للحظه 8، يمكن يزيد شويه يجوز لانه لسه على حسب ما المعلومه المتوفره لدي ان تسجيل السحب والاضافه لغايه يوم الاحد وارد يعني العدد يزيد، بس لينا في الحاله اللي احنا فيها او الوضع اللي احنا فيه انتوا مطالبين نمبر 1 اول ريكويرمنت اللي عندي الكيس ستادي زي ما اتفقنا، هحدد لكم ليها خانه على صفحه الماده على المنصه بحيث ان انتوا ترفعوها وتلتزموا بميعاد رفعها قبل نهايه الديدلاين. دي نقطة. الجزء الريتن اللي انتوا هترفعوه هيكون على شكل يا باوربوينت يا بي دي اف، يا ريت بلاش أي برامج تانية أو صيغ أخرى. وإن شاء الله هيتحدد توقيت للعرض هذه الكيس اللي هو الكيس برزنتيشن، هيتحدد جدول بي أيضا جدول زمني وده عليه 10 علامات. عندكم السيمينار. السيمينار برضو عليه عندي 20 علامة. السيمينار هيكون عبارة عن موضوع إن شاء الله بعمل لكم أنا لستة الموضوعات بقسمكم، يعني مثلا هفترض إن أنتوا حاليا 8، كل شاب أو صبية هتاخد موضوع هيشتغلوا لوحده من الـ A to Z، ونفس القصة هيتعين له خانة على صفحة المادة على المنصة بحيث إنه ترفعوه لأنه الجزء الريتن عليه برضو 10 علامات وبيتقيم برفعوكوا على المنصة كأنك أنت بتسلمهولي عادي بالطريقة الاعتيادية بتدهولي في مكتبي أو باليد، بس بدل ما هيكون باليد هترفعه على المنصة عشان أشيك عليه أنا وأستاذ معايا طبعا مشرف المختبر أستاذ عبد الرحمن عشان يشيك عليه، ولو في أي نواقص أو في أي شيء يبقى تتحاسبوا عليه ويتم استيفائه يعني. وعشر علامات أخرى على الإيه؟ على تقديم السيمينار.
طب دكتورة سؤال، اتفضل. عناية، اتفضل. هسه بدي اغربك معي. هسه بالنسبة للكيس ستدي، هسه احنا راح نكتب عن حالة حقيقية صح؟ والله معتصم يبقى خير وبركة. طيب مش دكتور تمام، هسه يعني احنا لما في العادي، عشان ارد على استفسارك، في العادي لما كنتوا بتنزلوا كلينيكال اريا اوريدي المرضى اللي موجودين اللي انتوا بتتعرفوا عليهم وبتعملوا معاهم كوميونيكيشن ريليشن شيب وعده انترفيوز، بتاخدوا منهم معلومات وبتبتدوا تشتغلوا على المشكلات والاخر. خلاص. طيب دلوقتي الفرصه دي مش متاحه، يبقى ايه البديل؟ البديل ان احنا بنعمل سيرش سواء كان من خلال المواقع المختلفه والمحركات المختلفه على النت، علشان انا بوصل للكيس ستادي او بوصل لمعلومات. طيب انا ممكن حد يسالني، طب اعمل كيس ستادي عن ايه؟ ممكن تعمل كيس ستادي عن مريض سكيزوفرينيك عنده سكيزوفرينيا، على فكره النطق سكيزوفرينيا او شيزوفرينيا في الحالتين صح. ممكن تعمل عن مريض عنده سكيزوفرينيا باي نوع من انواع، ممكن تعمل عن مريض عنده اليونيبولر افكتيف ديس اوردر يعني عنده اي نوع من انواع الدبريشن، ممكن تعمل عن مريض عنده البايبولر affective disorder هو المريض اللي بيمر فترة من الهوس وفترة أخرى من الاكتئاب بأعراضه، ممكن تعمل عن مريض عنده anxiety أو واحد من ال anxiety disorders عنده generalized anxiety disorder عنده قلق عام، عنده OCD اللي هو obsessive compulsive disorder اللي هو اضطراب الوسواس القهري، عن مريض عنده فوبيا، عن مريض عنده personality disorder في انحراف شخصيته، عن مريض addict عنده addiction أو drug dependence. يعني شوفوا أنا مديكم المجال متاح وعندنا تنوع في الحالات، بحيث إنه لو اتطلب من كل حد فيكم أكدنا على هذه المعلومة إن شاء الله يأمن لنا 2 cases، فعنده فرصة لإنه يختار من خيارات مختلفة. أوكي؟ طب دكتورة هسه لو طلبنا منكم مثلا تعطونا ورقة عشان نروح مثلا ناخذ حالة حقيقية، بتعطونا ولا لا؟ للأسف ده مش متاح، ما كان من باب أولى نزلتوا كلينيكال اريا أصلا. تمام، يعطيك العافية. يا رب يخليك يا معتصم، أي سؤال أو استفسار في هذه الجزئية؟ طيب يبقى اتكلمنا كده عن الكيس ستادي والمطلوب وهنعمل إيه ونقيم إزاي فيها، اتكلمت دلوقتي عن السيمينار عليه 20 علامة زي ما اتفقنا، 10 على جزء الريتن و10 على الاورال برزنتيشن. طيب نكمل بقى كلامنا في عن السيمينار. طب هيكون عن ايه السيمينار؟ هيكون شقين، في عن البروبلمز الكومن سايكاتريك بروبلمز، وعن الشق الاخر عن السايكوتروبيك ميديكيشن والسايكوثيرابي. يعني ايه؟ يعني انا عندي من اشهر البروبلمز، حد هياخد مثلا، انا هوزعكم ان شاء الله، هعمل لكم التوزيعه يمكن النهارده وابعتها لكم ان شاء الله على الجروب على الواتس. حد مثلا هياخد موضوع عن الهلوسينيشن، حد هياخد عن الديليوجن، حد هياخد عن الاجريشن، السويسايد، الويزدرول بيهيفير، ادي كده 5 كومن بروبلم كومن سايكاتريك بروبلمز ومسؤول عنها 5 من الطلاب. في لسه عدد؟ في لسه عندنا بقيه، يبقى انا عندي بالبريوريتي كده في عندي من الميديكيشن مجموعه الانتي سايكوتيك مضادات الذهان، مجموعه الانتي انكزايتي اللي هي مضادات القلق، مجموعه الانتي ديبريسنت مضادات الاكتئاب. ادي انا عندي 8 مواضيع اساسيه هنغطيها على 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 الثمان طلاب اللي موجودين عندي في الكشف حاليا، ما يزيد في موضوعات اخرى ان شاء الله تعالى، بس طبقا للاولويات. لغايه دلوقتي اي سؤال او استفسار؟ اي سؤال او استفسار؟ تمام. طيب في ايه كمان؟ بقيه العلامات عندي متر، عندنا امتحان خلاص، عندنا اختبار رتن هيكون غالبا عليه برضو 20 علامه. يبقى احنا عندنا 3 عشرينات ب 60، عندي الفاينل عليه 40، جائز يبقى في تغيير ما، يبقى 50، ويبقى هقول لكم في حينه ان شاء الله جت ازاي ال 50، او جائز ان هو يتحط على 50، وبرضه هعرفكم في وقتها بامر الله، جائز ان يتحط على 50 بالنسبه للفاينل ويتنسب ل 40. يعني الامور اللي هي فيها معادلات دكتور لحظة. دكتور يعطيك العافيه. قال يا احمد اتفضل. دكتور انت اليوم تبي تسوين تقسيمه السيمينار وهذا ابلغكم بيها النهارده وبمواعيدها يا جماعه.
دكتور لان انا اعرف لي كم طالب ترى بيسجل، يعني ليش تسجلين على مرتين؟ يعني خليهم يسجلون يخلصون، يعني على الاحد او الاسبوع الجاي افضل لك انت عشان ما تسوين على مرتين. لا انا مش هسوي على مرتين، ما فهمتنيش يا احمد. انا اللي موجودين عندي في الكشف الثمانيه دول خلاص، انا هوزع عليكم الموضوعات، هيجي حد تاني اثنين ثلاثه ايا كان العدد اللي جاي في موضوعات اخرى مالكوش انتوا علاقه بيها. تمام ما تقلقش من الجزئيه دي، لان انا مش هفرض على حد هو يسجل امتى. لا لك انت دكتور عشان ما تتعبين مرتين، عرفتي؟ لا قلت ما صور. لا ما تقلقش، لا ما تقلقش، احنا متعودين على الامور دي يا احمد، مش جديده. الله يعطيك الصحه والعافيه يا رب يخليك يا حبيبي. اذا تلخيص سريع، الريكويرمنت للماده في عندي كيس ستادي، عندي سيمينار، عندي ميد ترم اكزام، وعندنا ايه الفاينل اكزام. تمام. بالنسبة لي بقى ده كان أهم شيء عندي إن أنتوا تعرفوه في اللحظة اللي إحنا فيها، علشان لما السيشن تخلص يبقى غطينا النقاط الأساسية في موضوعنا. طيب دلوقتي هنبتدي نستغل بس ما تبقى من السيشن. في عندي هنبتدي نتكلم عن المينتال هيلث اسسمنت شيت. طب السلايدات ظاهرة لكم شير؟ ظاهرة يا شباب؟ لا ظاهرة دكتور. طيب هنا عنوان الجزئية اللي هنتكلم فيها دلوقتي أو الشيت بتاعتي هي ما يعرف بالسايكاتريك مينتال هيلث نيرسينج أسسمنت شيت. طيب بنبتدي بالبيانات، سيبكم من 15% دي ما تشغلوش بالكم بيها، يعني بنبتدي بالبيانات كالتالي. أول سكشن عندي ما يختص بك أنت كطالب للمادة، المعلومات الستودنت بروفايل. البروفايل بتاعك يبقى فيه إيه؟ اسمك، رقمك الجامعي، مين المدرس اللي معاك، انا واستاذ عبد الرحمن، الديت اوف سبميشن، انت امتى خلصت ورفعتها لي على المنصه في حدود الوقت المسموح به وقبل الديدلاين. ده بالنسبه للبيانات اللي تخص الطالب. هندخل بقى في المضمون بتاعنا. اول شق عندي او اول سكشن يخص المريض هو البيشنس بروفايل اللي هي البيرسونال داتا. ايه هي المعلومات الشخصيه عن المريض؟ الاسم، النيم. ممكن الاسم يعني انت لو في الوضع الطبيعي بتعرف اسمه، دي ما فيهاش مشكله وحابب تذكره اوكي، حابب، لانه في بعض اقسام الحالات الادكشن او الدراج ديبندنس ما بيبقاش اسم المريض الحقيقي اللي هو بيتم التعامل معاه بيه داخل القسم، بيبقى اسم مستعار او اسم حركي، ما بيبقاش اسمه الفعلي او اسمه الصحيح، بيبقى الاسم المريض وهو داخل قسم الإدمان بيبقى الاسم اللي بيتعامل بيه أو الاسم اللي بيتنادى بيه اسم حركي. فعايز تقول الاسم أوكي، طب أنت الكيس بتاعتك هتجيبها من على النت. ممكن يبقى طبعا في الحالة دي هيبقى حد مش شرط إن يكون عربي ولا من الجنسيات بتاعتنا، بيبقى غالبا جنسيات أجنبية. حابب تذكر الاسم أهلا وسهلا، حابب تديه على إنه اسم حركي أهلا وسهلا، حابب ما تذكرش الاسم ما فيهاش مشكلة، لأن في بعض الأمور زي ما اتفقنا بيبقى الاسم كمان confidential، يعني ممكن يبقى الشخص خاصة في أقسام الإدمان يبقى شخص VIP، يعني حد شخصية مرموقة أو شخصية في مكانة مرموقة فما ينفعش يتعرف اسمه أصلا. طيب ايه البيانات اللي بعد كده؟ الايدج، عمر المريض، سنه يعني عنده كام سنه، الجندر او السكس هو ميل ولا فيميل، الريليجن، الديانه، بيعطيني اي دين، الماريتال ستيتس اللي هي الحاله الاجتماعيه. الحاله الاجتماعيه بقى انا عندي عده خيارات وهي موجوده، يا اما مريض شخص متزوج، يا اما سنجل اعزب او عزباء مش متزوجه او مش متزوج يعني مش متزوج، أو دي فورسد مطلق أو مطلقة، أو ويدو اللي هي أرمل أو أرملة، يعني شخص توفى شريك حياة. ده بالنسبة لي الحالة الاجتماعية. طيب هننتقل منها للإديوكيشن، مستوى التعليم. مستوى التعليم إيه الخيارات اللي عندي؟ يا إما يبقى شخص إليترت يعني أمي جاهل،
ما مش متعلم بالمره، ما دخلش، ما سبقش ليه انه دخل مدرسه وتعلم elementary او مر بالمراحل الاولى في الدراسه اللي هي حضانه ولا اللي فتره المرحله البرايمري المرحله الاساسيه او intermediate college او معاه مؤهل متوسط او كليه او university اللي هو خريج جامعه او ممكن يكون post graduate يعني حد ايه حاصل على دراسات عليا او احدى شهادات الدراسات العليا. طيب هننتقل بعد كده للاكيوبيشن. ايه هي الاكيوبيشن؟ اللي هي المهنه او الوظيفه بيشتغل ايه يعني، يعني الشخص بيشتغل المهنه اللي بيشتغلها او بيمتهنها. ثم الادرس، الادرس اللي هو ايه العنوان، ساكن فين، فين مكان سكنه او اقامته. وبعدين الديت اوف ادميشن، تاريخ ايه الادخال، المريض دخل المستشفى او دخل هذا المكان امتى آخر مرة، ممكن يكون سبق لي كذا مرة اتحجز في المستشفى. تمام، أنا اللي يهمني آخر مرة أو تاريخ آخر مرة للإدخال. طيب بعد كده عندي المود أوف أدميشن، طريقة الإيه الإدخال، هو دخل إزاي، دخل المستشفى إزاي. طيب إيه أنواع الإدخال يا جماعة زي ما موجود قدامكم؟ إيه أنواع الإدخال؟ يا شباب يا اما فولانتري، يعني ايه فولانتري؟ ها جاي بارادته مش كده، يا اما انفولانتري اللي هو جاي عن غير ارادته، يا اما كريمينال محول من جهه قضائيه جنائي يعني عليه حكم أو ارتكب جريمة أو جرم، يا إما emergency حالة طارئة. تاني يبقى أنواع الأدميشن عندي يا إما voluntary هو جاي بكامل إرادته. مهم أوي إن أنا أعرف نمط الإدخال، هو جاي إزاي، مهم أوي، لأن بتديني إنعكاس، بتديني reflection على وضع الاستبصار لدى الشخص أو البصيرة لدى الشخص. كون إن الشخص مستبصر بمرضه أو بمشكلته، عارف إنه مريض وعارف إنه مريض نفسي وعارف إيه أسباب مرضه، فبيبقى هو اللي بيبحث عن العلاج وبيجي بكامل إرادته. طب لو المريض في حالة إنكار، في حالة من الدنايل، مش عارف إنه مريض أصلاً ومش معترف بالكلام ده، يبقى في الحالة دي هيجي إزاي؟ هيجي بنفسه أو هيجي بإرادته؟ لا، هيجي مغصوب عليه وجاي الناس اللي معاه جايبينه وعاملين كده سيناريو ومتحايلين عليه عشان يجيبوه على المستشفى او عند الدكتور عشان يتم الايه الكشف والحجز. emergency حاله طارئه، ممكن يكون كان aggression حاله من العنف او الاجيتيشن حاله من الهياج، او ممكن يكون suicide حد حاول انتحار او له محاوله وفشلت من الانتحار، حاله طارئه يعني جايب مشكله طارئه. او criminal هنا قضائي بقى، فاللي هو ارتكب جريمة والقضاء بيبت في أمره، هو عايز يعرف إن هو شخص عنده مشكلة عقلية أو نفسية ولا سليم، وقد يكون البعض بيدعي إن هو مريض أو مختل نفسياً عشان يهرب من حكم أو يهرب من عقوبة، ولكن بدوره القضاء بيحوله على المستشفى عشان يتبت في أمره ويصدر تقرير بحقه يوضح الحالة العقلية بالنسبة له. بعد كده عندي الدياجنوزس، هنا الدياجنوزس المقصود بيه الميديكال دياجنوز، التشخيص، الديفينيت دياجنوز، التشخيص النهائي للمريض، هو عنده ايه المرض او ايه الديس اوردر اللي عند المريض، عنده نوع معين من السكيزوفرينيا، عنده مثلا بارانويد سكيزوفرينيا فصام زوراني، عنده كاتاتونيك سكيزوفرينيا، عنده فصام تخشبي، عنده ديبريشن اللي هو النيجر ديبريشن او سيفير ديبريشن، عنده باي بولر افكتيف ديس اوردر، يعني بيتحدد هنا ايه نوع التشخيص النهائي. طيب قبل ما ننقل لنقطه ثانيه، اي استفسار فيما مضى، اي استفسار في هذه البيانات يا شباب المستقبل. لا تمام دكتوره، تمام تمام. طيب خليني دلوقتي اراجع معايا قائمه الحضور الجلسة الثالثة، على فكرة أنا بسجل عندي وتبقى اوريدي طبعا السيشن متسجلة، علشان تبقوا عارفين إن الحضور يا جماعة
واجب للثلاث جلسات مش جلسة واحدة. معانا مهند حاضر وأحمد حمود. أحمد هلا دكتورة. هلا معتصم موجود يا دكتورة. معتصم طيب. وأحمد أبو عادي موجود دكتور. وأحمد جوارنا و مين كمان؟ إبراهيم. إبراهيم تمام. محمد سعد مش موجود في السيشن دي. طيب خلاص يا جماعة احنا النهاردة بنكتفي بهذا القدر. انا عشان بس تتابعوا معايا الله يكرمكم على الجروب الواتس، انا بأمر الله شوية كده بوزع عليكم السيمينار وبحدد المواعيد تقديمها أورال. فاستعدوا استعدوا استعدوا، لان وارد جدا احط باعتبارا من يوم السبت يبقى في ناس هتقدم موضوع مثلا، فتبقوا ريدي بحيث ان يبقى قدامكم بكره او قدامكم ما تبقى من اليوم وبكره تجهزوا في السيمينار بتاعكم. ان ما كانش السبت على هيكون على اقصى تقدير يوم الخميس اللي جاي هنبتدي، لان انا حابه بس انوه ان الكورس بتاعنا مضغوط ومكثف ويعتبر يعني عايزه اقول لقاءاتنا هي ثلاث جلسات عشان نلحق عامل الوقت ان احنا نغطي متطلبات الماده، وللأسف الأسابيع والفترة بتمر بسرعة بسرعة. فعندنا تقريبا في نهاية شهر 8 هتكون يمكن نهاية الكورس وفترة امتحاناتكم الفاينل كلينيكال، فيعني احنا محتاجين نستغل ونستفيد بكل لحظة من الأوقات الجلسات بتاعتنا. فاعملوا حسابكم يعني ملخص الكلام، اعملوا حسابكم ان ما كانش السبت هيبقى في حد عليه سيمينار، على أقصى تقدير هيكون يوم الخميس زي النهاردة ان شاء الله تعالى عشان تبقوا ريدي. قبل ما استودعكم الله، حد له أي استفسار، أي تساؤل، أي سؤال كان متوقع أقول حاجة ما قلتهاش؟ لا دكتور يعطيك الصحة والعافية. يعني الأمور كده تمام، الله يعافيكم. تمام تمام. برجاء بس اللي يستوقفه أي حد فيكم يستوقفه أي شيء ما يترددش ويسأل في الوقت المناسب عشان ما يجيش بعد كده يبقى في أي مشكلة لا قدر الله، ما يبقاش عارف عنده يعني في مشكلة في تواجهه مستقبلا. إبراهيم سؤالك إيه يا إبراهيم؟ بالنسبة للمادة النظرية إيه اللي تقصده؟ إبراهيم يا إبراهيم مستمعني. طيب أحب أرد عليك لسؤالك. دكتورة أنا بحكي إنه بالنسبة لمادة النظري متى راح تكون تبلش؟ إن شاء الله يوم الأحد بعون الله بأمر الله. بإذن الله. احنا بس الفترة اللي فاتت الأسبوع لغاية امبارح زي ما انتم شايفين احنا في الكلية من يوم الأحد للأربع طول اليوم، فما فضيناش علشان أغلبكم للأسف ما كانش مسجل قبل الحد اللي فات، يعني أغلب الطلاب يمكن قصة بدل ما يبقى صاحب وضافة ده كان تسجيل من البداية يعني، فكنا كلنا يعني مضغوطين في هذا الأمر. لكن خلاص بدايتنا الفعلية إن كان لينا عمر إن شاء الله يوم الأحد القادم بإذن الله. الله يا رب يخليك يا إبراهيم. حد تاني اللي عايز استفسار يا شباب؟ خلاص أستودعكم الله، ولقاءنا يوم السبت بعون الله على نفس التوقيت ونفس الموعد إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم.